أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. من أعجب ما أودع الله في الإنسان بعد العقل والفطرة الإرادة، والناس يتفاوتون في إرادتهم، ولا يوجد إنسان ناجح في الحياة إلا ونجاحه يعزى إلى إرادته، بل حتى الصالحون من أولياء الله عز وجل، هؤلاء أيضا يكسبون رضا الله وجنته بإرادتهم، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. فقيمة الإنسان بقيمة إرادته، وكلما كان المرء أقوى إرادة كلما كان أقدر على أن يتقدم في الحياة وأن ينجح في أعماله وأن ينتصر على أعدائه. من هنا فإن المنافسات ما بين الناس بشكل عام نتائجها ترجع إلى قوة إرادة أصحابها. يعني تاجر وتاجر يتنافسان، ومن الطبيعي أن يحدث ذلك. عالم وعالم يتنافسان، عابد وعابد يتنافسان، الموظفون فيما بينهم يتنافسون. هذا أمر جاري وماشي وطبيعي في حالات السلم ومع الناس العاديين. منهم يتقدم على الآخر؟ من تكون إرادته أقوى من غيره. طبعا لا نتحدث عن الإرادة بعيدا عن العقل وعن الحكمة وعن الالتزام بالمثل والقيم، لكن مع كل ذلك فإن من ينتصر ويكسب قصب السبق هو من تكون إرادته أقوى. وكذلك الأمر في المواجهات ما بين الأعداء وفي الحروب. فالحروب في حقيقتها هي مواجهة بين الإرادات، وكل طرف يحاول أن يكسر إرادة عدوه، وإلا في العادة ليس هنالك أحد يريد القضاء على الطرف الآخر قضاء نهائيا. يعني في الحرب العالمية الثانية الألمان ما كانوا يريدون القضاء على الشعوب التي كانت تسكن في أوروبا من غير العرق الألماني، كانوا يريدون كسر إرادة تلك الشعوب ومن ثم بسط سيطرتهم عليها. وكذلك الحلفاء ما كانوا يريدون القضاء على الشعب الألماني، لأن هذا النوع من الأمور لا يقوم بها إلا الحاقدون، وعددهم ليس كثيرا في هذه الأرض. إذن لا يوجد طرف يريد أن يقضي على الطرف الآخر قضاء نهائيا، بل يريد من الطرف الآخر أن يستسلم له. فإذا كان أحد الطرفين أقوى إرادة من الطرف الآخر فإنه يفرض عليه نفسه. حتى فيما يرتبط بالنجاح في الحياة فإن الذي ينجح هو من تكون إرادته قوية، أي حينما يحدد هدفه ويريد الوصول إلى ذلك الهدف لا يتراجع بسهولة عنه. نعم قد تعترض الإنسان عقبات في أي قضية من القضايا، في أي مجال من مجالات الحياة هنالك دائما عقبات،
لكن الذي تكون إرادته قوية يحاول أن يحل المشاكل، أن يتجاوز العقبة، أن يلتف حولها. لنفترض أن أحدهم أراد أن يقطع منطقة معينة شاسعة، فهو إذا كان قوي الإرادة، إذا اعترضه نهر يحاول بطريقة أو أخرى يعبر النهر، إذا اعترضه جبل يحاول أن يتسلق الجبل ويقطعه أيضا، إذا لم يكن يستطيع أن يقطع الجبل يلتف حول الجبل. المهم ما دامت إرادته قوية فهو يواصل الطريق. هذا الأمر بين وواضح. لكن أحيانا لا يريد أحدنا أن يقوي إرادته، كما قلنا مرة، فإن الله عز وجل يعطي لعباده الحد الأدنى من الطاقات والقوى والمواهب، البقية عليك. يعطيك العينين والأذنين ويعطيك العقل ويقول لك تعلم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. عندك وسائل التقدم، وسائل التقدم في المعرفة، وسائل التقدم في الحياة، في أي مهنة من المهن، كذلك أيضا عندك القدرة على أن تقوي إرادتك. حاول أن تقوي إرادتك، حاول أن تكون حينما تصمم على شيء تستمر فيه إلى أن تحققه. كيف تقوي إرادتك؟ الجواب على ذلك بإرادتك. الإرادة هي من تلك القوى والطاقات والمواهب التي يعطيها الله عز وجل للإنسان، وتقويتها بنفسها لا بشيء آخر. تقوي إرادتك بإرادتك، وهذا يتطلب طبعا مجاهدة النفس، مخالفة الهوى، تجاوز الخوف، عدم التراجع وإلى آخره. بمرور الزمن إرادتك تقوى، وحينما تقع مجابهة، الآن المجابهة تكون عسكرية، سياسية، اقتصادية، اجتماعية، أو تنافس ما بين طرفين، فالذي يكسب هو من تكون إرادته أقوى. في هذا المجال يقال أن جان دارك مر مع جيشه على مدينة يواتيا، هو قائد جيش ومعه جنوده. في الطريق وجد طفل صغير كان يلعب مع التراب على قارعة الطريق، فقال له جان دارك: ما الذي تفعل هنا؟ قال الطفل: ألا ترى؟ ما تشوف؟ إنني بنيت هنا مدينة. شايف الأطفال من التراب يصنعون بيوت، من التراب يصنعون جسور، يصنعون أنفاق، عادة في ساحل البحر حيث هنالك الرطوبة والمي، فالتراب يمسك نفسه، الرمال تمسك نفسها بمقدار معين. هذا كان مسويه من التراب مع شيئا من الرطوبة مثل بيوت متعددة. فقال لجان دارك: ألا ترى إنني قد بنيتها هنا مدينة؟ فقال جان دارك: حسنا، إنني أريد المرور من هنا مع الجيش. فتنحى جانبا من الطريق. توخر، أنا وجيش نريد نمر من هنا وانت قاعد هنا بوسط الطريق. فضحك الطفل ثم قال: يا هذا، إن المدينة لا تتحرك من مكانها، وباستطاعة جيشك أن يقضي على المدينة لا أن يغير مكانها، هاي مدينة أنا بنيتها، يمكن جيشك يقضي على هاي المدينة ويعبر، لكن تطلب من عندي المدينة أغير مكانها؟ المدن لا تغير مكانها. وأمام إرادة هذا الطفل وثقته بنفسه، لم يجد جان دارك بدا من أن يأمر جيشه بتغيير مساره. هكذا تفعل قوة الإرادة. نعم، قد تقول أنه ليس كل الناس مثل جان دارك، وأقول نعم، والمشكلة أنه ليس كل الناس
مثل ذلك الطفل، وإلا فإن من تكون إرادته أقوى من غيره ففي التنافس هو الذي يربح قصب السبق. كذلك في مختلف المجالات في الحياة، بما في ذلك مجال المواجهات ومجال الحرب. يقول الإمام علي سلام الله عليه: أصل العزم الحزم، وثمرته الظفر. أصل العزم شنو؟ حزم، والنتيجة أن تظفر، أن تنجح. هكذا يجب علينا أن نكون حينما نقرر شيء، أولا لا نقرره إلا بعد أن نفكر فيه، يكون عندنا تفكير مسبق، تحديد الهدف، تعيين الطريق. وثانيا إذا قررنا لا نتراجع. نعم قد تغير التكتيك، وهذا أمر وارد. لا أقول أن على الإنسان أن لا يغير طريقته أسلوبه، لا، الأساليب تتغير، لكن الأهداف ما تتغير. يجب أن تكون في أهدافك حازما، وأن تكون عازما على تحقيق تلك الأهداف بمختلف الوسائل المتاحة. شخص يريد يصير تاجر، يفتح له دكان يبيع قرطاسية، ما ينجح في القرطاسية، شنو معنى قوة الإرادة هنا؟ أن يستمر في عمله هذا وهو يرى عدم النجاح؟ الجواب لا، هو مقرر النجاح، بس ما مقرر النجاح بالقرطاسية. خلي يغير بيع القرطاسية إلى بيع الكتب، بدل بيع الكتب بيع الأجهزة، بدل كل ذلك القيام بالاستيراد والتصدير وأي شيء من هذا القبيل. المهم الهدف يبقى مقدسا، أما الطريق للوصول إليه فليس مقدسا. أنتم رب العالمين في الآية التي تلوناها يقول راح تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، من أهل الكتاب ومن الذين أشركوا، راح تسمعون كلام إيذاء وإلى آخره. لكن أنتوا واجبكم شنو؟ إذا تعرضتم للإيذاء ما الذي تفعلون؟ هل تتراجعون معا مثلا؟ شو لازم تسوي؟ لازم تستمر في عملك، ما تغير هدفك لأن هنالك من يؤذيك، لأن هنالك من لا يريد لك النجاح مثلا. ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. لكن مطلوب هنا ماذا؟ أن تصبروا وتتقوا، تخافون من الله ما تخافون من الناس، فإن ذلك الثبات على الموقف والصبر وتقوى الله من عزم الأمور، من الأمور التي تؤدي إلى النجاح. على الفرد أن يقوي إرادته، على الجماعة أن تقوي إرادتها، على الأمة أن تقوي إرادتها حتى تنجح في الحياة. والسلام عليكم.